أعبد إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. وقرتم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلت إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وأوحي إلى نوح أنه